بكم من جديد. مع اندلاع الاشتباكات العنيفة في السودان بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو حمدتي، الدول الخليجية على رأسها السعودية والإمارات تبذل جهود من أجل وقف الاقتتال، حيث بحث وزراء خارجية أبوظبي والرياض وواشنطن الأحداث خلال اتصال هاتفي مشترك، وأكدوا خلاله على أهمية العودة إلى المسار السياسي وإلى الاتفاق الإطاري الذي ترعاه اللجنة الرباعية والتي تضم كل من السعودية والإمارات وبريطانيا والولايات المتحدة. كيف تتابع الدول الخليجية الأحداث في السودان، وهل ستنجح في حث الأطراف على وقف القتال والعودة إلى المسار السياسي؟ ضيفي انضموا إلي من اسطنبول المحلل السياسي الصادق الرزاقي. أهلا بك أستاذ الصادق معنا. كما ينضم إلي من أبو ظبي الإعلامي السعودي عبد العزيز خميس. أهلا بك وما ودعوني أن أبدأ معك أستاذ عبد العزيز. أستاذ عبد العزيز، فيما تعلق بموقف الدول الخليجية، هل هناك موقف موحد للدول الخليجية من الأزمة السودانية، أم أنه كحال لباقي الأزمات ربما هناك يعني انقسام أو اختلاف في الموقف؟ لا أجد انقسام أو اختلاف. كلنا نعرف أن دول الخليج لديها علاقات وثيقة بالسودان وبالقوى السياسية في السودان وحتى بالجيش السوداني، العلاقة تاريخية والعلاقة جدا جدا وثيقة، وبالتالي البعض يستغرب من نفوذ هذه الدول في السودان وقدرتها للتدخل، إلا أنه حتى الآن المعركة في السودان هي معركة بين جماعة واحدة هم العسكر، وبالتالي الجيش أطراف الجيش، وهي أقرب إلى ما تكون معركة شخصية ما بين البرهان وبين حمدتي، والتدخل في هذه يحتاج إلى وقت طويل، يحتاج إلى ضغوط مختلفة، فبالتالي لا أجد هناك انقسام، ولا أجد أن طرف أن دولة خليجية تقف مع طرف ضد طرف آخر، على الرغم من العلاقات الوثيقة بهذه الأطراف والزيارات المتبادلة والتعاون. السعودية والإمارات وقطر لديهم الكثير من النفوذ هناك، ولديهم ويدعمون النظام والاستقرار والازدهار في السودان، إلا أن المشكلة ليست مشكلة إقليمية، هي مشكلة داخلية سودانية، وحتى في السودان هي لا علاقة لها بالأطراف السياسية المختلفة، هي علاقة، هي مشكلة داخل الجيش بين العسكر، عليهم أن يحلوا هذه المشكلة، وهي صعبة لحلها إذا كانت المسألة تغرق في المسألة الشخصانية والنفوذ ومن يسيطر ومن يريد أن يمحي الآخر، وهذه المعارك تعودنا عليها في العالم العربي. نعم أستاذ الصادق، يعني في نهاية المطاف يقول الأستاذ عبد العزيز أن هذه يعني مسألة شخصية وخلاف شخصي داخل المؤسسة العسكرية إن صح التعبير في السودان، يعني في ظل هذه المعطيات هل الدول الخليجية يعني تملك الثقل السياسي من أجل التأثير على يعني طرفي النزاع ووقف هذا الاقتتال الدائر في السودان؟ أولاً برغم أن الصوت متقطع لما أسمع السؤال جيداً، لكن أنا يعني أنفي نفياً قاطعاً أن تكون هذه القضية هي قضية شخصية بين البرهان حمدتي، هي مشكلة لديها جذور بين المؤسسة العسكرية السودانية وبين قوات الدعم السريع. لكن أنا أقول أن دول الخليج ممثلة في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة بالفعل توجد علاقة سودانية قوية متميزة مع هاتين الدولتين، لكن في ذات الوقت أن التعقيدات الأزمة السودانية بعد ما يسمى بالاتفاق الإطاري وتشكلت لجنة رباعية من الولايات المتحدة
وبريطانيا والمملكة العربية السعودية والإمارات تعقدت الأزمة أكثر، تعقدت الأزمة أكثر. وبدأ بعد ملاحظات الجيش، بعد أن وقع الجيش على الاتفاق الإطاري، بدأت المفارقة بين موقفي البلدين السعودية والإمارات وموقف الجيش، بدأ هناك تباين، رغم أن هذا التباين لم يظهر ولم يعبر عنه بشكل واضح. وظل نشاط السفراء السعودية والإمارات هو النشاط الأبرز في إطار حل الأزمة السودانية. عندما بدأ هذا الخلاف واضح أن المملكة العربية السعودية لم يكن لديها يعني تورط مباشر في هذا الأمر عكس موقف الإمارات. الآن كثير من السودانيين ينظرون إلى أن الإمارات كانت هي الداعم الأكبر لقوات ميليشيا الدعم السريع، وظلت هنالك اتهامات تطال الإمارات، لكن للأمانة لم تتهم السعودية في ذلك، اتهمت الإمارات بحكم العلاقة الخاصة التي ربطت حميتي بالإمارات. أولا حميتي، ولكن هو مشير أنه هذه فقط اتهامات أستاذ الصادق، نعم. يعني هذه فقط يمكن القول أنها اتهامات، ووفقا للعديد من التقارير ولا يمكن أن نؤكد بالفعل على أي دور يوجد لأي دولة، ولكن السعودية والإمارات أستاذ الصادق وتحديدا الإمارات هي كما ذكر جزء من اللجنة الرباعية التي تريد المسار السياسي والعودة إلى الاتفاق الإطاري في هذه المرحلة. اولا الاتفاق الاطاري هو الذي عقد هذه الازمه، يعني نحن كسودانيين نعلم ان هذه الازمه نتاج للخلاف السياسي. هذا الخلاف السياسي للاسف ان اللجنه الرباعيه التي تشترك فيها السعوديه والامارات ذهبت في اتجاه بعض القوى السياسيه التي انقسمت من الكل السوداني، كل السياسي السوداني، المجتمع السياسي السوداني. تم اختيار مجموعة صغيرة من أحزاب صغيرة مع حزب الأمة هي التي بني عليها هذا الاتفاق. بقية القوى السياسية والكتلة الأكبر هي رفضت هذا الاتفاق. هذا الاتفاق هو الذي قسم القوى السياسية ثم قسم القوى العسكرية في السودان. لذلك هذه الاتهامات جاءت من أن التقديرات السياسية والقراءة غير الدقيقة هي التي دفعت هاتين الدولتين إلى هذا الموقف الذي أدى إلى انفجار الأوضاع. لكن لا أحد في السودان الآن يتحدث عن دور سعودي سالب، يتحدث عن دور سعودي إيجابي، لكن أغلب الآراء التي تتحدث عن العلاقة الخاصة التي جمعت قائد الدعم السريع بدولة الإمارات العربية، ولذلك توجد معلومات كثيفة في هذا الجانب لا يمكن إنكارها. أن قائد الدعم السريع استطاع خلال 4 سنوات أن يورد أكثر من 500 طن من الذهب إلى البنك الإماراتي. نعم سنتوسع في هذا بعد قليل. يجب أن نشير أنه يعني هذه فقط وفق لتقارير معينة ولا يوجد تأكيد على هذا. أستاذ عبد العزيز، يعني أتوقع أنك تريد الرد على ما طرح هنا، وبالفعل هناك العديد من التقارير يعني تشير إلى أن أو تتحدث عن أن أطراف خليجية ضالعة بهذا النزاع، كيف ترد؟ يعني أنا على العكس من ذلك. أول شيء الأطراف الخليجية هي صديقة كما قلنا، ولديها علاقات مع قادة الجيش في مختلف أفرع السودان والشخصيات العسكرية السودانية وحتى المدنية، لديهم جذور داخل الخليج العربي وفي السعودية، وعلاقتهم جدا جدا وثيقة ولا يمكن أن تفسر بمسألة مصالح فقط. هي مرتبطة أيضا ب يعني دائما ما وقفت السعودية والإمارات مع السودان في أزماته، ودائما ما وقفت مع بدون مقابل ولا حاجة لمقابل من السودان. السودان في حالة يرسالها من الوضع الاقتصادي، وبالتالي هذا الوقوف ناتج عن دعم وأيضا من ناحية العلاقة الوثيقة التاريخية. أما عن مسألة أنه يكون هناك تجارة ما بين السودان والإمارات أو السعودية، تجارة قوية جدا بين البلدين، بين الثلاث بلدان، ولا يوجد لدى السودان عمق إلا في مصر والسعودية والإمارات، والجالية السودانية في الخليج العربي قوية جدا، وهم رجال أعمال كبار يتاجرون بالذهب، يتاجرون بأشياء أخرى، بالماشية، بغيرها من الأشياء. فلا غرابة من أن يكون هناك علاقة، ونحن نعرف أن دبي هي المركز التجاري لمنطقة الشرق الأوسط أكثر مما يكون للعالم العربي فقط. وبالتالي دائما ما تتهم دبي بأن لديها أو الإمارات بأن لديها علاقات مع هذا وهذا، لا، هي علاقات مبنية على مصالح تجارية عادية ما بين رجال أعمال ورجال أعمال.
لكن تم إدخال هذا البعد لأسباب أخرى وعديدة، هي أن هناك داخل السودان صراع ما بين فلول السلطة السابقة الممثلة في الأخوان المسلمين الذين يرون في الإمارات والسعودية أعداء لهم، ويرون أن كل شيء يحدث في السودان وراءها السعودية أو الإمارات، لكن على الحقيقة أن الجميع يريد الاستتباب الأمن والتنسيق عالي ما بين السعودية والإمارات والولايات المتحدة، ورأينا الاتصالات التي جرت بين وزير خارجية السعودي وعدد كبير من وزراء خارجية الدول الشقيقة والصديقة أكدوا على اهتمام السعودية وحتى الإمارات نفس الدور باستقرار السودان حقنا لدماء أهله. لا يريد أحد للسودان أن ينهار، لا يريد أحد أن يصبح هناك صراع بين السلطة العسكرية. لا يمكن للإمارات على حسب دورها الإقليمي الذي يبحث عن السلام، وحتى السعودية التي تريد، ورأينا الدور السعودي في مساعدة في نزوح المقيمين هناك ومن زوار السودان ومن العاملين في السودان، هناك دور كبير، علاقة وثيقة جدا. يجي واحد مثلا يتهم السعودية يقول والله السعودية استطاعت أن تنقل كل هذا العدد الكبير من العاملين والدبلوماسيين ورجال الأعمال من السودان في خلال وقت قصير إلى خارج السودان خلال الحرب هذه من الخرطوم، أن هناك نفوذ للسعودية. نعم، هناك نفوذ للسعودية والإمارات، نفوذ سلمي، نفوذ يبحث عن السلام والاستقرار والدعم. نعم أستاذ عبد العزيز، السودان. فالاتهامات كثيرة والتهمات كثيرة، وكل جماعة سياسية ترمي على القدم، لكن الخطأ ليس في الإمارات ولا في السعودية، الخطأ بين هؤلاء العسكر الذين جروا الآن على السودان. نعم أستاذ الصادق، يعني بالفعل هناك اتهامات كثيرة لهذه الدول، ولكن ما مصلحة دول الخليج على رأسها الإمارات والسعودية في السودان؟ الصوت غير واضح بالنسبة لي، الصوت غير واضح. نعم أستاذ صادق، يعني كما أقول أن هناك العديد من الاتهامات كما ذكر أستاذ عبد العزيز إلى الدول الخليجية، ولكن ما مصلحة الدول الخليجية في السودان في هذه المرحلة؟ أولا أنا نوهت في حديثي لأن السودانيين، كل الشعب السوداني والقوى السياسية لا تتهم المملكة العربية السعودية في دورها، وترى أن هذا الدور دور إيجابي. أما الحديث عن دور السودان أو النظام السابق، هذا الحديث غير أمين، أو أقول لك غير أمين ليه؟ لأنه عندما حدثت الأزمة في اليمن، سارع السودان مع غيره من الدول إلى دعم الموقف الخليجي كله، وأرسل السودان قوات موجودة الآن، القوات السودانية من الجيش السوداني موجودة في جنوب المملكة العربية السعودية، كذلك أرسل قوات من الدعم السريع وشاركت في حرب اليمن بفعالية. لكن نحن عندما نتحدث لا نتحدث عن علاقة تجارية، أنا أتحدث عن العلاقة السياسية التجارية التي ربطت الدعم السريع بدولة الإمارات، وأن السودانية الآن حتى عندما ترى حساب محمد حمدان حنيتي، هذا الحساب الآن يدار من الإمارات، إذا دخلت في حسابه في تويتر أو في الفيسبوك، الآن الاتهامات التي تطال الإمارات لم تطال مثلها المملكة العربية السعودية. عندما يتحدث السودانيين، عندما تتحدث مصادر الجيش السوداني أن هنالك دعم خارجي ذهب إلى مدينة الكفرة، أن 7 طائرات ذهبت إلى حفتر حتى يتم دعم هذه الميليشيات، هذا حديث لم يعد سرا في السودان. أنا أعتقد أن هنالك استراتيجيات طائشة موجودة في هذه المنطقة، هذه الاستراتيجيات الطائشة صورت لبعض الخليج أن السودان الآن يمكن السيطرة على موانيه كما تسعى الإمارات للسيطرة على المواني السودانية. عندما نشأت مشكلة الفشل في السودان، كان هناك مقترح طرح لقوى سياسية وجماعات استثمارية في السودان من قبل الإمارات أن يتم تنازل السودان عن منطقة الفشل في التفاهم مع سيوبا حتى يتم استثمار وضخ أموال عديدة. الآن حركة الدعم السريع الإعلامية والاقتصادية وشراء السيارات للدعم الرباعي كلها تتم من داخل الإمارات. هذه الاتهامات ليست منا، هذه الاتهامات الآن موجودة في السودان من مصادر مختلفة، والمشكلة ليست في السودان محدود، المشكلة الآن توجد مثل هذه الأمور في الصومال، توجد في ليبيا، وتمت محاولته في جيبوتي، لعدم وضوح ما الذي تريد هذه الدول خاصة الإمارات من هذه المنطقة، تسار هذه الاتهامات. هذه الاتهامات ليست جديدة، هذه الاتهامات لديها سنوات تتحدث. أما الخشية من الأخوان المسلمين، فأنا أرى أن أكبر داعم لدولتي
السعودية والإمارات كانوا هم نظام الرئيس البشير، وكان هنالك توافق كبير بين هذه الدول ونظام البشير. وأنا كما ذكرت أن المشاركة في عزمة الحزب والتقارب السوداني السعودي السوداني الإماراتي تم في عهد البشير، وهذه المخاوف ليست سودان، لأن الإسلاميين الموجودين في السودان هم ليسوا مثل الجماعات الإسلامية الموجودة في بقية الدول العربية. هذه كلها حقائق واضحة. الذي يحدث أن السوداني يجني الثمر المرة للتدخلات. نعم أستاذ الصادق، للأسف لم يتبقى لي الوقت. الأستاذ صادق أرزاقي المحلل السياسي حدثني من إسطنبول، شكرا جزيلا لك، ومن أبوظبي الإعلامي السعودي الأستاذ عبد العزيز خميس، شكرا جزيلا لك.